مشاهدي قناة على فكرة، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد. في فيديو اليوم سنتعرف على 10 حقائق حول الدلافين لم تسمع بها من قبل. لكن قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الاعجاب، على بركة الله. الدلافين كائنات مدهشة وفريدة من نوعها، فهي تحب التعايش بجانب البشر على عكس المخلوقات البحرية الاخرى، إضافة إلى ذكائها غير المألوف والمثير للاهتمام وحبها للمرح. على الرغم من أن الدلافين تعيش في المياه وتشبه الأسماك، إلا أنها تصنف من الثدييات، حيث تستطيع الدلافين أن تلد وترضع صغارها وتعتني بها جيدا حتى تكبر. تتنفس الدلافين الهواء عن طريق الرئة مثل الإنسان، فهي لا تمتلك خياشيم كباقي الأسماك، لذلك تجد دائما أن الدلافين تصعد إلى سطح الماء بين الحين والآخر لتتنفس الهواء، ويكون ذلك عبر فتحة توجد أعلى جسمها توصل الهواء إلى الرئة مباشرة، إضافة إلى أنها تستطيع الغوص تحت الماء من 15 إلى 30 دقيقة قبل حصولها على الهواء. لا يوجد نوع واحد من الدلافين، بل يوجد أكثر من 40 نوعا منها، فبعضها يعيش في المياه العذبة كالأنهار. تتميز أغلب الدلافين بجسمها الرشيق وفكها الذي يشبه منقار الطيور، وهي تتغذى على الأسماك الصغيرة والحبار. تنام الدلافين بنصف دماغ فقط، ويبقى النصف الآخر مستيقظا، وذلك لتتمكن من التنفس. عندما تنام الدلافين تبقى عين واحدة فقط مفتوحة لتراقب ما حولها، وهي العين التي تتبع نصف الدماغ المستيقظ، وقد سماها العلماء العين الساهرة لحراستها من الأعداء. يعد الصفير وسيلة الاتصال المتعارفة بين الدلافين، فلكل دلفين صفير خاص به ويميزه عن البقية، حيث وجد العلماء أن الدلافين تستخدم أساليب خاصة للنداء، وهي عبارة عن نغمات عالية التردد. يستخدم الصفير بين الدلافين للتواصل وتحديد موقعها كذلك. تتميز الدلافين بذكاء مدهش حير العلماء، فقد قامت الجيوش الكبرى باستغلال قدرات الدلافين وتدريبها على القتل والعمليات الانتحارية لمهاجمة سفن الأعداء، حيث تم اكتشاف أن الدلافين ذكية بقدر كافي لكي تعرف الفرق بين سفن الحلفاء والأعداء من خلال صوت محركات السفن، إضافة إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك 75 دلفينا مدربا للكشف عن غواصين الأعداء والألغام تحت الماء. متوسط عمر الدلافين هو 15 عاما، لكن بعضها يعيش حتى 50 عاما، كما أنها تعيش في جماعات تتراوح أعدادها من 10 إلى 12 فردا من أجل حماية بعضها البعض وتوفير الغذاء، إضافة إلى أن المجموعة تحرص على إبقاء الإناث والموالد الجدد وسط المجموعة من أجل توفير حماية أكبر لها. تدخل ذكور الدلافين في صراع فيما بينها للحصول على إعجاب الإناث، وذلك عن طريق عض بعضها البعض أو القيام بحركات بهلوانية. لا يوجد موسم محدد للتزاوج عند الدلافين، فهي تتزاوج على طول السنة، لكن الدلفين الأنثى لا تستطيع الحمل إلا مرة واحدة كل 3 سنوات، حيث تضع الأنثى مولودا واحدا يسمى العجل بعد مدة حمل تفوق 11 شهرا، ثم تقوم برعايته حتى يكبر. قد تتعرض الدلافين للكثير من الأخطار، منها هجمات القروش أو الاصطدام بمروحيات السفن كذلك، لكن للدلافين قدرة عجيبة على الشفاء من الإصابات حتى لو كانت إصابات بالغة، وذلك دون أن تترك الجروح أي ندوب، حيث اكتشف العلماء أن جلد الدلافين يحتوي على مركبات تتميز بخصائص مضادة الالتهاب، مما يساعدها في وقف الالتهابات في الجروح المفتوحة وشفائها. تستطيع الدلافين أن تعرف إذا ما كانت المرأة حاملا أم لا، وذلك عن طريق استخدام صدى الصوت. هذا لا يعني أنها تستطيع رؤية الجنين، بل هي تميز التغيير الحاصل بين جسد المرأة الحامل والمرأة الغير حامل. كانت هذه 10 حقائق حول الدلافين قد تسمعها لأول مرة. إذا نال الفيديو إعجابك، لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة. إلى اللقاء.